حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف منتج يسهل لكم حياتكم اسمه كي سمارت. المنتج هذا خذيته من blink.com.kw، سعره 7 دينار ونص، واللي يسويه ياخذ المفتاح او المفاتيح اللي عندك ويسويهم بشكل ذكي وبسيط عشان ما يكون عندك وايد مفاتيح تقرقش وانت قاعد تمشي. 4 مفاتيح من هالصوب، 4 مفاتيح من هالصوب، معناته اتوقع تقدر تحط اكثر من 8 مفاتيح. فخلني نشوف شنو هذا الكي سمارت. يقول لك ستيب 1 ستيب 2 براغي وحالتك حاله، واشيل البراغي. فعندي المفاتيح هذيلا الخمسه، راح احطهم على السمارت كي. Put 3 keys on one side, 2 keys plus spaces or ring. من سلسلة مفاتيح صار عندي مفتاح واحد، مفتاح ذكي يحط لي كل المفاتيح بمكان واحد، وي يصير عندي شيء صغير وحطه حق مفتاح السيارات او مفاتيح البيت، يسوي لي اياها بطريقة جدا حلوة. كي سمارت كومباكت كي هولدر، منتج امريكي ومنتج ذكي. اذا عجبتكم الحلقة هذه سووا لايك وسووا سبسكرايب، لان السبسكرايب مهم، يمكن تشوفون اشياء ذكية نفس هذه في بلاي ليست انا مسويها او فيديوهات راح تجي لكم بالمستقبل. سووا سبسكرايب، ايش خسران؟ ليش ما تسوي سبسكرايب؟ سووا سبسكرايب. المفتاح ذكي، وحياكم بالزبدة.